في حاجة دايرة في مصر حضراتكم ممكن لما تكلمونا دلوقتي تأكدوها أو تنفوها، وده مش لبث روح الخوف، لا ده عشان تبقى حضرتك محتاط وعارف بتعمل إيه وتاخد بالك من كل حاجة. في كلام عن حملات أمنية كبيرة جدا في شوارع القاهرة تحديدا والمحافظات الكبرى والمدن الكبرى للتفتيش عن الهواتف. افتح تليفونك يا ابني، اعمل يا ابني الباسورد يا ابني. عبد مجيد عبد الحميد قطب بيقول لك: ما الذي يجري في مصر؟ انتشار أمني مكثف في شوارع وميادين وسط القاهرة وتفتيش دقيق للمواطنين والهواتف، وده يعني تقدر تقول منتشر في القاهرة بشكل كبير وبعض المدن الأخرى. اللي بيحصل حضرتك إذا مقرر تنزل لازم تاخد بالك، لازم يعني مش لازم يبقى معاك حتى تليفون عليه حاجاتك أو يعني حساباتك على السوشيال ميديا أو صورك أو أو أو. وطبعا حضرتك صاحب القرار، أنا بقول لك إيه اللي ممكن يحفظك، وده يهمني في الأول وفي الآخر سلامة حضرتك. بالمناسبة لو أنتوا فاكرين الضابط اللي تم ضربه، ضابط اللي كان في القوات المسلحة اللي تم ضربه وسحله في مظاهرات جوعتنا يا سيسي، الضابط ده اتحكم عليه بالفعل دلوقتي. الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتقول لك: من مظاهرة جوعتنا يا سيسي، الأمن المصري يعتدي بالضرب والسحل على صف ضابط بالقوات المسلحة لرفضه الإهانة والضرب، واحد من الرجال المحترمين اعرفوهم. رصدت الشبكة المصرية وثقت تعدي الأمن المصري 15 مارس اللي فات بالضرب والإهانة والسحل على المواطن حسن صبري حسن القصاوي 43 سنة وشغال صف ضابط بالقوات الجوية المصرية، وده بعد رفضه الإهانة والسباب اللي وجهها ليه ضابط الشرطة والعشرات المواطنين، وده أثناء فض الأمن المصري مظاهرة قام بيها عشرات من المواطنين بمنطقة الدخيلة بمحافظة اسكندرية أمس بعد صلاة الجمعة، رفضا لغلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية والتي حملت لافتات جوعتنا يا سيسي وارحل يا سيسي حسن صبري حسن المرقصاوي، تم الحكم عليه بالأمس. امبارح تم الحكم عليه بالفعل تقريبا 9 سنين سجن.